معكم مصطفى النسوي. اليوم رح نحكي عن خط انتاج. حكينا باخر حلقه من حلقات المصعد انه في حنا رح نبرمج خط انتاج بسيط. هالخط الانتاج مبين قدامنا، رح نحاول نحكي بسرعه ما نضيع وقت مثل ما اشتغلنا بالمصعد. خط الانتاج عباره عن خط سير في الاعلى يلي دفع الصناديق، الصندوق يسقط الى امام المكبس الاول، المكبس عند وجود حساسات لما يسقط الصندوق تعمل هذه الحساسات هنا، يؤدي الى دفع الصندوق الى تحت المسقب، المسقب ينزل الى الاسفل، ثم بعد ان ينتهي من الثقب يرتفع الى الاعلى. طبعا نزول المسقب الى الاسفل يؤدي الى تشغيل ضوء الانذار هنا، وبعد ان يرتفع الى الاعلى يقوم المكبس الثاني بدفع الصندوق الى الخارج. في عنا هون خط السير له حساس تشغيل، نزول المسقب الى الاسفل في له ايضا حساس، دوران المسقب له ايضا حساس، ضوء الانذار له ايضا حساس، دفع الصندوق دفع المكبس الاول، رجوع المكبس الاول، دفع المكبس الثاني، عودة المكبس الثاني. في عنا انشاء صندوق، وفي عنا انشاء الصندوق طبعا الاول خشبي والثاني ميتال بمعنى حد معدني. طبعا راح نشوف طريقة عمل هذا الخط ونحاول نبرمجه قدر الامكان. هاي الصندوق نزل للاسفل، بنلاحظ اضاء الحساس، السلندر الى الخارج، سلندر اول، نزول المسقب، صعود المسقب، عودة السلندر الاول الى الخارج، السلندر الثاني يدفع المسقب. لبرمجة خط الإنتاج هذا سنعمل على تجزئة البرمجة حتى نقوم بالاستيعاب الكلي لخط الإنتاج. ما ممكن ننتقل مباشرة لبرمجة خط الإنتاج بشكل كامل إلا إذا انتقلنا جزء جزء لحتى نستوعب الموضوع. بنشوف عنا خط الإنتاج حاليا هون. عنا BLC Editor هون بيشغل لي نافذة BLC. عنا المعطيات، شو هي عنا، شو الحساسات الموجودة عنا ضمن هذا الخط لحتى نقدر نستخدمها. هاي هي المعطيات. في عنا هون بيت بور، تغيير رأس المسقب، تفريغ الصناديق في حال وجود مشكلة بدنا نحاول نحلها. فبدنا شيء أول شيء نفرغ الصناديق أو نلغي الصناديق، انشاء صندوق عادي او خشبي، انشاء صندوق معدني. وهون اوتو سكابر بوكسر بمعنى انه يكون الانتاج انتاج الصناديق او دفع الصناديق الى الاسفل اوتوماتيكيا دون تدخلنا. راح نحاول اول شيء نعطي معطيات او مسائل بسيطة لنا حتى نقدر نشتغل بهالخط. خلونا اول شيء نشوف شو يعني معطيات. اكس صفر اخراج المكبس الاول الى الخارج، او عفوا حساس المكبس الاول، ان المكبس الاول خارجا وبالتالي يكون حساس هون. اكس واحد حساس المكبس في الداخل هنا، واي صفر هو المعطى لاخراج المكبس، وواي واحد لادخال المكبس لعودته. ونفس الشيء بالنسبة للمكبس الاخر، اكس اربعة الحساس ان المسقب في الخارج نازل الى تحت، اكس خمسة ان المسقب في الاعلى ارتفع هون سلندر بور، اي لخروج المكبس الى الاسفل طبعا، وبوراتيل بمعنى ان يدور او يعمل المسقب. في هون حساس الصندوق في الاسفل انه الصندوق اصبح تحت، شغال حساس اكس 6 اكس 7 في عنا الحساس في الاعلى ليقف خط سير الصناديق.
ما في داعي يكفي لأن أصبحت الصناديق بالأعلى. في عنا واي 6 لتشغيل خط الصناديق، واي 7 لتشغيل زر التنبيه، عفوا لتشغيل ضوء التنبيه. المسألة الأولى اللي بدنا ناخذها حاليا هي كيف بدنا نخلي المكبس الأول يخرج إلى الخارج ثم يعود، المكبس الثاني يخرج إلى الخارج ثم يعود. مسألة بسيطة راح نحاول نبرمجها مع بعض. وفقا للمعطيات الموجودة عندنا بنستفيد منها قدر الإمكان. في عندنا المكبس الأول إذا كان إلى الداخل يعني الحساس عندنا هون شغال إكس واحد، وفي حال المكبس الآخر أيضا إلى الداخل خلي المكبس الأول إلى الخروج، إذا إكس واحد في حال إكس واحد والمكبس الآخر إكس ثلاثة، وحتى لا يصير تصادم نتأكد إنه المكبس الأول لن يخرج والمكبس الثاني في الخارج، نقول المكبس الثاني في الخارج حساسه إكس اثنين إذا وليس إكس اثنين. في هالحالة المكبس الأول يستطيع أن يخرج إلى الخارج، حساس أو أمر الخروج إلى الخارج واي صفر، إذا نعطي واي صفر. الحساس عفوا المكبس الأول صار في الخارج، حساسه في الخارج إكس صفر، إذا لما بيكون إكس صفر والمكبس الثاني ما زال في الداخل، المكبس الثاني في الداخل إلنا حساسه إكس ثلاثة، في هالحالة يستطيع المكبس الأول الخروج عفوا العودة إلى مكانه، العودة إلى مكانه واي واحد. نشوف بس هالبرمجة البسيطة كيف بدها تصير. نشغل البرنامج، إذا عم يتحرك المكبس أوتوماتيكيا، ممتاز هذا الأمر. بس منلاحظ إذا أعطينا أمر لتشغيل المكبس الآخر بده يصير تصادم، إذا لازم المكبس الأول يقف عندما يخرج أو يعود إلى الداخل، يجب أن يقف ثم يتحرك المكبس الثاني. بمعنى آخر إذا أعطيت المكبس الثاني نفس المعطيات راح يصير تصادم، لذلك مثل ما شفتوا بالمصعد لازم استعمل معطيات غير موجودة عندي ضمن نافذة المعطيات الموجودة ضمن ضمن خط الإنتاج. في عندي شيء اسمه عداد، فيني أضيف عداد إلى عودة المكبس، عندما يعود المكبس يشتغل العداد وهو عداد بنسميه سي واحد، مجرد رقم واحد لا شيء أكثر. إذا لما يعود المكبس إلى مكاني عند عودة المكبس يعمل العداد. هلا بنشوف شو الريسيت بدنا نستعمله هون، نحاول نتابع بالنسبة للمكبس الثاني. المكبس الثاني شو معطياته؟ المكبس الثاني في الداخل إكس ثلاثة، والمكبس الأول في الداخل أيضا معطيات المكبس الأول إكس واحد وسي واحد تحققت. بهالحالة خلي المكبس الثاني خروج يعني اكس عفوا واي 2. عودة المكبس الثاني في حال المكبس الثاني في الخارج اكس 2، فقط واي 3 وهي واي 3. طبعا لازم نتأكد انه المكبس الثاني الاول عفوا حتى يعود المكبس الثاني لازم يكون المكبس الاول ايضا ضمن في الداخل، المكبس الاول حساسه اكس واحد حتى لا يصير في تصادم. نشغل هذا الامر، منلاحظ ان المكبس الثاني اصبح يعمل لوحده. شو الحل لحتى نخلي المكبس الثاني يقف؟ اذا نضيف الريسيت الى البرنامج. ما هو الريسيت؟ الريسيت هي عودة المكبس الثاني، اذا لما يعود المكبس الثاني الى الداخل بالواي 3
يلتغي سي واحد، وإذا التغى سي واحد إذا لن يعمل المكبس الثاني. منجرب. إذا تحقق المطلوب بشكل كامل ونظامي. كن بهالطريقة حلينا المسألة الأولى في عملية برمجة خط الإنتاج. بشوفكم بالحلقة الجاية إن شاء الله. كان معكم مصطفى من السويد، والسلام عليكم ورحمة الله.